السلام عليكم واسعد الله ايامكم كل خير، معكم اخوكم عبد الهادي بخاري من شركه بروج العقاريه. طبعا نتكلم اليوم عن موضوع التسجيل في المدارس التركيه. اغلب العوائل التي تنقل للعيش في تركيا يتسالون دائما عن طريق تسجيل اطفالهم في المدارس. طبعا اذا كان الطفل، راح نتكلم في الموضوع من البدايه، اذا كان الطفل في المرحله الابتدائيه فقط بمجرد الحصول على الاقامه التركيه يحق للطفل التسجيل في المدارس التركيه بدون اي اوراق، بدون اي يعني شهادات اخرى. بمجرد الحصول على الاقامه التركيه يستطيع الطفل مباشرة بالذهاب إلى أقرب مدرسة مكان سكنه، وبالتالي يذهب إلى قسم التسجيل يعطيهم الإقامة، ومن خلال رقم الإقامة الموجود الذي يبدأ في الغالب للأجانب الرقم 99 يستطيع التسجيل والمداومة في المدرسة. طبعا إذا كان الطالب في المرحلة المتقدمة مثلا كان في الصف الرابع الابتدائي، فيلزم الطالب هذا إحضار شهادة القديمة والحصول على شهادة المعادلة التركية. هذه شهادة المعادلة التركية تأخذها من ميلي إيتم بكنلا، يعني من وزارة التربية والتعليم التركية، وهي شهادة أنه هذا الشخص أتمم الصف الخامس مثلا في السعودية، وهي تعادل الصف الخامس في المدارس التركية. السؤال المهم اللي يفرض نفسه دائما وتجينا عليه كثير من الاستفسارات، هل تاج إلى لغة تركية أو سنة تحضيرية للغة التركية؟ طبعا في الغالب المدارس اللي تكون في الابتدائية المدرس يقول لا، الطفل الصغير دائما يكون أذكى وأسرع تعلم اللغة التركية، بالتالي يأخذهم فصل مباشرة بدون ما يعطوهم دورة لغة تركية. أما الصفوف المتقدمة الآن بدأت بعض المدارس بتطبيق دورات للغة التركية للطلاب الأجانب، حتى يعطوهم دورة لمدة سنة بالكامل، بعدها ينتقل إلى الصف ويبدأ في التعلم. مبدئيا هذه معلومات بنتفيدكم إن شاء الله لتسجيل الطلاب في المدارس التركية. الأمر جدا سهل وبالتوفيق للجميع.